اني ودعبول ودعبوله في عالم البلوكه الوحده. يلا دعبول ودعبوله شلونكم اليوم؟ متحمسين لو لا؟ متحمسه دعبوله؟ متحمس دعبول؟ احنا دير بالكم ترى واقفين على بلوكه واحده ولازم احنا نقضي كم يوم دعبوله؟ 50 يوم. جاهزين دعبول ودعبوله؟ جاهزين بالضبط. اني كلش كلش جاهزه ومتحمسه من زمان من زمان نفسي نسوي هاي السلسله. يا سلام يا سلام والله اني متحمس اخوي عليشكا. اليوم انا كلش متحمس كلش متحمس. انا مستعد اقضي 50 يوم على هاي البلوكه وقل بختم هذا العالم ب 50 يوم. كلش متحمس انا والله كلش متحمس. يا الله يا الله والله والله انا حلو هسه لو بيدي اقضي 1000 يوم حتى. والله والله احنا حاليا يا دعبول يا دعبوله فوق هذه البلوكه الوحده ولازم نكبر هاي البلوكه الوحده ونخليها تكبر وتصير اكبر واكبر. جاهزين ومستعدين نقضي 50 يوم في عالم البلوكه الوحده لو لا؟ جاهزه دعبوله؟ مستعدة؟ اي يعني كلش كلش جاهزة ومتحمسة ومستعدة ويا وكلش كلش متحمسة لهاي السلسلة. يلا يلا بسرعة خل نبدي. تمام ويا دعبولة تهمين متحمس مثل دعبولة لو متحمس أكثر من أدها ومستعد؟ لا أخوي عليشكو خل نبدي والله كلش متحمس. خل نشوف هاي البلوكة شكلها الطينة. يلا يلا أنا ودعبولة دعبولة راح ناخذ 50 يوم في عالم بلوكة الوحدة ويلا خليكم ويانا وأريدكم تدعمونا على هاي السلسلة وتتابعون السلسلة من البداية للنهاية وتتابعون كل الحلقات وإذا عجبتكم إن شاء الله حننزل بيها. شنو رأيكم راح تعجب هاي السلسلة المتابعين ان شاء الله؟ انا اقول راح تعجبهم لان كلش حلوه. شو رايك دعبولة؟ اي حتى انا متاكده راح تعجب المتابعين لانه هاي السلسله كلش كلش غريبه وفريده من نوعها واحنا من زمان ما مسوين سلاسل. اي والله اي والله اخوي عليشكا بالضبط. وريدكم من كل المتابعين يشوفون الفيديو من البدايه للنهايه حتى اذا شفناهم شافوا الفيديو من البدايه للنهايه راح نكمل لهم ونكمل ال 50 يوم على بلوكه الوحده. يلا اخوي عليشكا خلينا نكسر. صحيح صحيح. يلا يلا المتابعين لا تفوتون اي لقطه من هذا الفيديو لانه هواي هواي اشياء راح تصير. يلا يلا خلينا نكسر. والله يلا متحمس. يلا اول بلوكه من يكسرها؟ انا كسرها. والله انا كسرها. انا بيدي الشفل واخرب واخرب. اوه البلوكه من طيح. ها شنو البلوكه؟ البلوكه وين راحت؟ دعبول كبر المسافه كبر المسافه. دعبول جت البلوكه اخوي عليشكا جت البلوكه ما قدرت تكبرت بيها المسافه. كفو يلا كفو دعبول. اخوي عليشكا انا ابي اكسر هاي. يلا يلا كسر 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 البلوكه اللي كسر البلوكه اللي دعبوله كسريها كسريها كسريها. يلا يا دعبوله واخره واخره انا كسر. دعبوله ما تعرف تكسر. اوكي هاي البلوكه جتك دعبول هم كبر كبرنا المسافه. كفو دعبول. يلا اخوي عليشكا يلا البلوكه قاعده تجيني الي. يلا واخره كبرت لكم المسافه. كفو كفو دعبوله دعبوله ايش بيش بس واخره دعبوله توقعينه واخره دعبوله خلينا نكسر. اوكي جتني بلوكه. اوه خشبايه 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 خشبايه. يلا يلا خلينا نكسرها. اوكي اوكي بس دعبوله حطي البلوكه مال ديت حطي حطي كبر المكان كبر المكان حتى تصير عندنا ثلاث بلوكات. حطيتها حطيتها بس وقعت ما ادري وين راحت. اعطيني اياها بيدك بعدها اعطيني اياها اعطيني اياها اعطيني اياها دعبوله اعطيني اياها. اوكي اوكي دعبول شكرا شكرا حطيتها انت. مالك مالك اخوي عليش يلا صارت عندنا ثلاث بلوكات تمام. يلا يلا كمل كسر كسر خلينا نكسر هاي البلوكه مال الخشب. يلا 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 خلينا نكسر هاي البلوكه مال الخشب واخرب بس افتح الطريق. دعبوله واخري دعبوله تشيس تشيس تشيس. اخوي اخوي تشيس تشيس طلع لنا بيه تفاحه واثنين سيدايات. الحمد لله الحمد لله هذا التشيس حيفيدنا اكيد. اخوي عليشكا غير تصبر تعطينا نشوف شنو موجود بالتشيس يا اخوي عليشكا. تمام تمام. ايش لقيت؟ كرافتنج تيبل. لقيت كرافتنج تيبل بالصندوق. اي لقيت كرافتنج تيبل اخذتها قبلكم. والله عافية عافية دعبول عافية. يلا يلا خلينا نكسر خلينا نكسر هذا الصندوق. اخوي اخوي اتوقع نقدر نكسر هذا الصندوق ناخذه ونقدر نحط به اشيائنا. بالضبط بالضبط دعبول عافية. كفو كفو دعبول كبر لك. كفو دعبول كفو. ما عليك ما سببت لكم اياها وكبر لكم المساحة. كفو دعبول بس حاول تكبر المساحة بطريقة حلوة تمام؟ يعني هيك بطريقة حلوة ومنتظمة لأن هذا المكان حتى نسويه حلو بالمستقبل تمام؟ هسا أنتم راح أعطيكم أنا البلوكات وأنتم تكبرون بالمكان. يلا 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 أوكي. تمام تمام أخوي عليشكا هسا أنا سويت سلاوات على مود أكبر بالمكان أكثر. تمام بس كبروه بشكل متساوي تمام دعبول ودعبولة؟ ماشي أخوي عليشكا. وكم خنزير دير بالكم عليه. خنزير خنزير لازم 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 نحافظ عليه. دير بالكم ليوقع ليوقع. لحظه 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 بس خلينا نشوف الكرافتنج تيبل وينها. خلينا نسوي هيك سلابايات. لحظه يا معودين الكرافتنج الكرافتنج تيبل وينها راحت وين راحت؟ اوكي اوكي دعبول دعبول اصبر 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 بس خلينا نكبر المكان. اصبر هسه هاي البلوكه مال دير هنا. هسه كم بلوكه منها؟ 1 2 3 تمام. احنا بعدين نرتب القياسات بس اول شيء خلينا نسوي مساحه نكبرها حتى نقدر نتحرك براحتنا وحتى هذا الخنزير الحلو ما يروح من عندنا تمام. اوكي هسه شو تسوون؟ كبروا كبروا بعد المسافه بس على كيفك دعبول كبرها عدل تمام. أخوي دعبول يا اخوي جاني الصندوق جاني الصندوق. يا الله شنو بيه الصندوق؟ حلو
حلو حلو ممتاز. فرتين وسيد. كفو كفو دعبوله، بس باعوا لازم نكبر المساحه، لازم دعبوله دعبوله. اذا طلعنا هسه كريبر او شيء راح يفجر المكان. تمام ماشي اخوي علي، اشتمع لك انا داك اكبر لك المساحه. كفو كفو حبيبي دعبوله اشتغل. ها دعبوله اشتغل ايش كرافتنج تيبل. اوكي كسري كسري كرافتنج تيبل دعبوله. هسه لازم نسوي ادوات. اخوي هاي مو الكرافتنج تيبل مالتنا اللي تكسرها. لا ادوان راحت البلوكه. هاي البلوكه مالتنا. والله دخل دخل دعبوله عبالي اخوي اخوي لازم نسوي شيء يبين لنا انه هاي البلوكه مالتنا، يعني لازم تكون بالنص. بالضبط بالضبط. هو احنا نسوي لها فد مكان فد شيء ديزاين تصميم حلو، بس هسه خلينا نجمع احنا موارد. دعبول دعبول وخر خلينا نجمع وخر. اخوي دعبول تنطينا الخشب غير. صبروا صبروا انا اخذ الخشب حتى اكبر لكم المسافه، صبروا لي يا معادين. تمام يلا 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 كبروا كبروا المسافه، كبروا قد ما تقدرون. ها دعبوله ها دعبول. اوكي اطلع. اوكي اعطوني اعطوني دعبوله اعطيني اعطيني. قاسموا وتقاسموا بالموارد انت ويا دعبوله. قاسموا الموارد انت ودعبول. تمام يا اخوي علي شو غيرها غير كل هندي ياخذ هنا اخوي دعبول. لا 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 هسه اختي دعبوله تعال خلينا نتعاون. تعال مالك اخوي علي شكسر هتقاسم لوكات بيني بين دعبوله. هاي سويت لكم ادوات. كفو كفو دعبول كفو 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 اخوي دعبول. والله كفو. بطل بطل دعبول سوانا ذن الشغلات. اوه بوكت مال مي حلو دعبول احتفظ به. هاي حتى تسوي به لافا. لا 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 دعبول ها وين وين معود وين لا الله يخليك الله يخليك دعبول تعال حاول تصعد حبيبي اصعد اصعد دعبول اصعد. لا اخوي اخوي دعبول دير بالك البوكت مال ماي لا يروح انت وياه. دعبول دعبول بس اعطينا البوكت مال ماي يروح. الله يخليك دعبول البوكت مال ماي كلش مهم. تعال ولك تعال لك وين تحت. اخوي اخوي عليك بس خليه يصعد وياخذ الماء. اصعد اصعد اخذت الماء يلا بعد ما تنزل بيها. ولك ليه تنزل بالماء ها؟ تمام يلا دعبول بس انتبه انتبه. يلا دعبول كبرنا المسافه. ها دعبوله كسر هذا الصندوق كسره كسره. يلا لازم نجمع لنا غراض حلوه. اخوي اخوي هذني هواي صناديق راح تنفعنا خلينا نحطها في مكان. بالضبط بالضبط. بس لحظه لحظه خلينا نحاول نكسر هاي الخشبايات. اخوي اخوي دعبول عندك اكس عندك اكس. اي والله دعبول انت عندك هواي خشب. اعطينا كم خشبايه. اوكي اعطينا خلينا نسوي لنا هنايا. اخوي 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 ليش كنت تصدني للماء يعني هسه احنا شلون راح ننام؟ بالضبط والله لازم نسوي لنا سرير لازم نسوي لنا سرير باقرب وقت. تمام بس على كيفكم بهدوء. ها شنو؟ أشنو؟ اخوي اخوي باع هاي الدولاب. اوه باع صنع لنا خشب زياده. والله ممتاز ممتاز. باع هذا الخنزير. شو نسمي هذا الخنزير المتخنزر؟ ولك هذا الخنزير. اوه ابجريد ابجريد ابجريد. راح تتطور بلوكات راح تتطور بلوكات تجينا بلوكات جديده. يا سلام يا سلام. يلا ثلاثه اثنين واحد طلعت لنا بلوكات جديده. ها شنو شو نفسها؟ لا دعبول هسه انتقلنا للمرحله الثانيه. انتبهوا على كيفكم على كيفكم. انتوا بس كبروا المكان. دعبول ودعبول باعوا عشان يتحركون. لكن ليش يتحركون على التكسير؟ كل واحد يروح يسوي له مهمه. كبروا المكان انت وياه وانا اجيب لكم موارد. تمام دعبول تمام اخوي علي دعبول تمام. هسه انا راح اسوي سلابات وانطيني بعد من تجيب خشب انطيني على مود اسوي اكبر المكان. اخوي علي شلون هسه جمعت موارد راح اكبر شوي المكان هنا اكيد هسه حيوانات الزومبي راح ارسم لهم كل مكان. عسري عسري يلا 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 لازم نجمع خشب. دعبول تكبر المكان. صارت الدنيا لي قمت كل شيء ما اشوف اخوي علي اشوف حتى انا ما اشوف شيء بس كفو. انت موجود تكشف حتى كفو كفو دعبول كفو. والله دعبول ده يساعدنا. دعبوله لازم تساعدينا بس وخر دعبول دعبول اريدك توخر هذا الخنزير توخره بغير مكان بعيد عن المكان مالتنا مال الشغل. تمام ماشي هسه ساعد اختي دعبوله دعبوله تعال خلينا نوخره بالدباش يطيح دباكم صدق اخوي اخوي عليش بس جمع خشب بس جمع خشب على مود نحط له سور داير ما دايره. بالضبط بالضبط دعبوله بس هسه يطلع لي كله قرفل. ها شنو؟ اكل اكل بطيخ تعال 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 دعبوله طيني طيني بطيخ طيني بطيخ شوية انقسموا انا وياش دعبوله دعبوله ايه دعبول ماكو دعبول دعبول من الطباعة دعبول رايح هناك دعبول ما يدري خلاص خلاص عفوا ايه ما يدري يشتغل كسر 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 ما يدري هو ما يدري والله ما يدري جاله بطيخ. اوكي اوكي دعبول حلو خشب اوه جدنا خشبايه واخري واخري خلي انا اكسرها واخري واخري دعبوله. اوكي هذا دير تمام اخوي علي شكلك خشب يجي كنطيني اياه على مود اسوي سلاب واكبر المساحه. دعبوله دعبوله خنزير ثاني لك دعبول خنزير ثاني نقدر كفو كفو لك دعبول دعبول ايش دا تسوي هنا دعبول اخوي علي اخوي اخوي دعبول المساحه كلش كبيره ما يصير هيك شيء سوي بعد اقل شوي. لا اخوي علي شكو هاي هنا ممكن نستخدمها حظيره او مزرعه. تمام اخوي علي شكو والله كفو دعبول دعبوله دعبوله دعبول دا يسوي مكان الحظيره او المزرعه هنا ممكن حتى نسحب الخنازير بعدين لما نلقي خير. اخوي اخوي علي شكو هناك اتوقع ترى يقدرون يرسمون بيه هوايه وحوش لانه مكان كلش اظلم. مو مشكله دعبوله هسه مو مشكله. اهم شيء هنا المكان هذا مالتنا بيه شمعه وبين يقدرون يجون بيه اي وحوش. واخره خلينا نكسر واخره الكوب واخره يا اكو رقي دعبول لقيت رقي. احنا هم رنقينا رقي بس ما انطيناك ولو بعد انطيتكم رجعوا
ادعو للرقي مالتي، ادعو للرقي مالتي. لا خلاص خلاص يا دعبول، خلاص يلا تقاسموا الاكل بيناتكم. دعبوله وخري، دعبوله وخري، خل اكسر اني وانت روحوا جمعوا. خل اعطيكم خشب، هاك هاك دعبول، هذا خشب اوكي، وهذا الديرت وهاي ستيك. اعطيكم اني كل موارد، انتوا حاولوا ترتبون الشغلات، انا هجمع لكم الموارد. وخري دعبوله خل اجمع بقرة. والله لازم لازم نجيبهم باسرع وقت. ها شلون احنا نقولهم؟ لازم لازم نقولهم باقرب وقت. بس لحظه اخوي عليشكو، لازم لازم نلقي ويت او اي شيء على مود نقدر نوديهم هناك. بالضبط بالضبط، بس قبل كل شيء لما نوديهم هناك لازم نسوي سياج حتى ندفعهم اذا ما عندنا. رق رق رق، دابول مو موجود. دابول رق رق طين 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 برمش طين. اخوي عليشكو كل ما اخوي دابول يروح بعيد يجي رقي. اي والله خلاص لا تجي لا تجي دابول يجي رق. اوكي دابول هاي شنو هاي؟ اوه البومكين، هاي البومكين مو جتش بومكن؟ إيه صحيح صحيح أخوي. دعبولة سوينا في الصندوق هنا بمكان بعيد حتى نحط الصندوق. أخوي عندي صندوقين صندوقين. طلع لي صندوق، طلع لي صندوق، همين تفاحتين، طلع لي لذر، كلش حلو كلش حلو. خليك سر صندوق دعبولة توك. أخوي عليش نطين نطين الصناديق على مود أنا أرتبه بفد مكان نسوي مثل المخزن. تمام إيه، بس خلي وهذا مؤقت دعبولة، إن إذا رسبنا شيء ناي ينفجر كل شيء. تمام أوكي. اي صحيح صحيح اخوي عيشكم. هنشوف دعبول دعبول ولك دعبول كيف طلع لنا خروف. خروف خروف ايش كان الشب ايش كان الشب ايش كان الشب اخوي عيشكم، هذا الخروف يشبه اللي يطلع بكرتون شان الشب. لك انت شنو دعبول طلع لنا خروف؟ والله بطل. ها ها دعبول اخوي عيشكم، اتوقع بعدين من يرسب لنا اكثر من خروف نقدر نسوي نقدر نسوي هذا المقص على مود ناخذ الصوف مالهم بدون ما يموتون. اي بس لازم لنا ايرون دعبوله، لازم ايرون. مين يجيب ايرون هسه؟ لازم نتنظر بلوكات الايرون تطلع عنا. وبعد دعبول ما يعطينا مجال. ولك دعبول وخر خلينا نكسر، ولك وخر دعبول روح تكبر بلوكات. اخوي عليش اتوقع لازم يجينا ابجريد ثاني على مود يرسب لنا موارد. عفية 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 دعبول، لازم نوصل لمرحله دجاجه دجاجه. لك والله لازم لازم لحظه لحظه دعبول. لا وين وين وخر وخر، ولك زومبي وخر، قتلته قتلته. اخي الله من وين جونا؟ اخوي كسر. اخوي عليش كسر ذاك المكان، قلت لك راح يرسبن بيه وحش، هذا راح نستخدمه دعبول سبان مو على مود مزرعة لازم يشمعه. والله صحيح 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 دعبوله صحيح، حكيش دعبول ولك غير تشمع. اخوي دعبول هاي اخوي عليش هاي فكره اخونا دعبول، همنا تفيدنا لانه هناك نقدر ناخذ هواي اكس بي. بالضبط اي، بس لازم دعبول غير تحط شمعة هناك حتى ما يرسبنون. اخوي عليش والله نسيت والله نسيت، هسه شوي بضبطها بس خلينا نجمع موارد. تمام بس هنا صار المكان كلش مزدحم. بقوها متكسرة على مود من يجون يطيحون. تمام 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 اوكي. بس دعبول عندك سلاب؟ عندك سلاب طيني اذا عندك سلاب طيني. خل انا اكبر لكم المكان شويه لانه انتم ما اعرف ايش بيكم متعاركين على هاي البلوكه الواحده. يلا هي بلوكه واحده، كسروا جمعوا موارد اعطوني، خلي انا اكبر لكم المكان احسن شيء. بس كبروا المكان من نوع واحد دعبول لحتى لا تصير يعني هوسب ترتيب شويه. تمام حبيبي دعبول. لا لا اخوي عليش كخل رتبه كله بخشب، بس يعني نوع خشب متساوي وحلو. اي بالضبط صحيح حكي دعبول، هو هذا انا القاصده بالحكي. تمام خل انا هسه احط سلابايه هنايا، يعني مو يكون كله ديرت وما ادري شنو، نريد المنطقه تكون مرتبه ونعرف يا هي البلوكه مالتنا. بالضبط هاي تدري ايش راح نسوي دعبوله هسه؟ راح ارد اسوي فنس وارد اسوي سلابايه. باع عندي فت فكره بدي اسويها، بس لازم نجيب لنا فنس. اخوي عليشكو ها دعبوله اتوقع عرفت شنو فكرتك، تريد تحط داير مدار البلوكه مالتنا فنس. اي فنس ونحط فوقها سياج سلابايه واحده بحيث اي شيء رسب الزومبي ينحشر هنا نقدر نكتله. تمام دعبوله. اي بالضبط انا هاي الفكره كانت موجوده ببالي وردت اقول لك اياها، بس انت ما شاء الله عليك ذكي. اوه دعبوله ثلاث خنازير ثلاث خنازير. والله لازم نجيبهم مكان، بس دباكم حافظوا عليهم لا يطيحون. تمام اوكي خليني اكسر السديات، لازم اكبر شوي المكان. اخويا لا انطيني شوك وخشب يجيك. تمام انا هسه عندي بس سلاب هاي دعبوله لا دعبول ولك دعبول وين راي دعبول؟ لك لا لك لا كنت حيوان لك دعبول راح ما عليك باني دعبول البطل اطيحه من يوم. الله اكبر انفجر الكريبر. اي والله اني بطل طع دعبول والله اخويا دعبول لو بيسوي روحه قوي بعدين يموت. والله هو بعرف بالاخير دعبوله جاب العيد. وخري وخ خل اكسر وش بخري وخر دعبول وخر خل اكسر دعبول انت كل شويه طايح. اخويا عليش كترى صار المكان كلش ازدحام، انطيني شك وخشب يجيك على مود اول شيء نسوي سياج داير مداير المكان.
الحصان مال بلوكه ونحط فوقه عود اخوي نصف الخروف. يا الله يا الله يا الله والله خرفان صارت عندنا وايد. تمام تمام دعبول، هسه انا راح اعطيك كل الخشب بعد اخوي. لازم نرتب المكان نحط بيه كل الحيوانات هسه مو مرتب. دعبول هاي سلابايات وهاي الديرت وهاي كل شيء الموارد عندي. تمام اوكي كفو 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 اخوي علي شكوش كيف عندك موارد واني ما ادري. اي دعبوله بعد دعبول ده يشتغل بالظلمه طبعا. ما راح ننام احنا، ما راح ننام، لازم نقاوم ونخلص الخمسين يوم ان شاء الله. اوكي بس هذا الخمسين يوم اكيد مو بحلقه واحده، راح نقسمها مو دعبوله احسن. تمام يلا 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 اي صحيح صحيح يلا 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 اخوي عايشك خلينا نستخدم صندوقين، صندوق نذب بيه الموارد المهمه وصندوق نذب بيه الادوات وصندوق نذب بيه الاشياء المهمه يكون عافية. هذا الصندوق عافيه عافيه دعبوله والله عافيه. دائما دائما ترتبوا وكملوا الشغلات. ها دعبول بشرنا على وضعك ايش تسوي، خلصت لو لا؟ لا اخوي عايشك بس تحتاج شويه موارد هسه خلص هسه خلص اصبر شويه اخلص. تمام اوكي واسوي لكم احلى احلى مكان نحط بيه حيوانات او نحط نسوي بيه مزرعه كلش تخبر انفلاقيه اسطوريه اتكشن تتي تتي تسعدنك اخوي. اخوي عندك 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 اكس بس كسر هاي السلابايه وطني اياها. تمام يلا اوكي كسرت اياها. يلا دعبول حبيبي كسر كسر اذا تريد تجمع موارد. ها كم هاي خشبايه وبقرايه وطلعت لنا. لازم 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 هسه اسرع نسوي مكان للش اسمه لازم. اخوي علي شكون المشكله احنا شلون راح ناكلهم؟ فما راح ندفعهم بعدين نص منهم يوقع ونص منهم يبقى. ما اعرف لازم نلقى حبل، لازم نسوي حبل بس شلون حنسوي حبل؟ عندنا خيار اخوي علي شكون هسه دعوه في الحبل. المهم انه هسه لازم لازم نلقى لهم اكل، يعني الخروف الخروف والبقره ياكلون ويت والدجاجه هم الدجاجه تاكل سيد اتوقع عندنا سيد. اي والخنزير ياكل والخنزير ياكل شو اسمه جزر 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 بالضبط. اي بس هسه إيه بس صبري دعبول خلصنا البلوكات كلها غير تصبر يا دعبول. طلعت الصبح طلعت الصبح مع الجو يخبل الجو يخبل. اوه شنو ويلي الله الفجر الجو الشغل مالته. لا دعبول لا دعبول يا اخي قلنا لك دعبول لا تسوي بالظلمه. تمام تمام دعبول كمله 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 لا تستسلم كمله. يلا دعبول خلينا نرجع والشمس. والله اخويا والله اخويا علش كان شاكي المشروع ماله هذا راح يضبط. اي والله اي والله اي والله هسه بعد دعبول ما طول طلع الصبح خلينا نستغله. اوه والله الصبح هسه صرنا نباوع كل شيء الحمد لله والشكر. تمام اخويا اخويا علش كان اكو صندوق موجود يمك على مود نحطه هناك على مود هذا المكان مال الزباين. تحياته تحياته تمام حطيتك اياه. تمام بس خلونا خلونا على السريع ما طول صار الدنيا صبح نستغل هذا الوقت وننقل الحيوانات. تمام عن طريق السلاب. عندكم عندكم شيء نسحب بيه الخرفان؟ الخرفان شنو سيدز؟ سيدز مو الخرفان؟ تمام اوكي بما انه الخرفان سيدز تعالوا خلينا نسوي هاي مزرعه. دعبول 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 حبيبي اخوي عادي استخدم هاي بس شويه احط هنا ازرع كم شغله وعندنا بوكيت مال مي. شو رايك تسوي مي لا نهايه؟ تعرف لو اتوقع ما يصير مي لا نهائيه. تقدر تسوي دعبول اذا تقدر تسوي مي لا نهائيه. اخوي وهكا لازم لازم يكون عندنا اربع بوكيتات مي. تمام تمام خلينا نشوف دعبول يقدر يسويها ولا لا. اذا ما تقدر قول لي بس اذا تقدر ازرع لنا كم ويت انت حبتين ويت حتى نسحب الخرفان بيها. تمام دعبول اوكي اوكي ما عليك اخوي. يمي 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 اسوي لك اياها اضبط لك كل شيء حتى نسحب الحيوانات تجيبهم هنا مو؟ اي بالضبط حتى نجيب الحيوانات نحطهم هنا ونسجل منطقه. تمام دعبول يلا كمل خلينا نروح الدعبول اشوف ايش تسوي. ها دعبوله بالله خلي شوف رتبت الصناديق. والله كفو والله كفو دعبوله. هاك هذا الاكل همين بس لازم خلي شويه انطيك الاكل الزايد وانطيك الغراض حتى ترتبين بالصناديق. تمام كفو كفو دعبوله والله انا دعبوله دعبوله راح نخلي هذا عالم البكه هاي الوحده تصير عالم اسطوري. تمام بقى كلهم يريدون اكل هذول الحيوانات. اخوي ليش رتبت هنا البلوكات؟ وين وين البلوكات هنا؟ عافيه عافيه دعبوله عافيه ممتاز. يلا دعبول يلا واخر خلي اكسر لكم موارد خلي اجيب لكم موارد. تمام اوكي هنا طلع لنا خشب. اوكي 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 هم طلع لنا خروف. والله يطلعون لنا هواي حيوانات لازم ننقلهم على غفله هسه يطلع لنا فتشي وفلشنا المكان. زين خلينا نسوي فنس. ها دعبول يزرع شجر. كفو كفو دعبول كفو كفو دعبول. اوكي اوكي تمام 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 يلا كسر 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 كسر. اوكي اجتني فكره اجتني فكره دعبوله. اوكي دعبول 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 اريد احكي لك سالفه اجتني فكره كل اوه دعبول والله بطل بالزرباق. دعبول اذا راحت من عندنا هاي المي خلاص صار بعد ما عندنا اي مي ثانيه. تمام ما عليك اخوي عليشكو با اجتني فكره اخوي عليشكو شو رايك نخلي هذا المكان مزرعه وانت تروح تسوي لك مكان ثاني نقل بين حيوانات حتى بنفس الوقت تتكاثر هاي الاكل مالتنا ونزوج بين حيوانات واحنا هم ناكل. اخوي اخوي عليشكو تعال تعال بسرعه بسرعه بسرعه. لك لا يا الله بقره طاحت. دعبول ايش سويتي؟ شكو شكو صاير دعبول اخوي اخوي عليشكو يا بقره يا بقره
طاحت. هسه أنا جتني بيضة وشمرتها كان يجي كتكوت صغير، إذا كبر راح نزوجه ويا الدجاجة. عفية عفية دعبولة، وكل عبالي صار شي بس البقرة، فقدنا بقرة وردة دعبولة. باع أخويا رتبت هنا كل الصناديق. عفية عفية دعبولة تمام. هسه بعد أي شي هناك نرتبه، بس هسه راح آخذ هذين السلابات أرتب أوكي. بيهم. دعبولة دعبولة، هسه دعبولة قال لي فكرة، إنه تدرين شنو هذيك راح نسويها مزرعة، وأنا حروح أسوي مكان منها ثاني حتى نسوي بيه ننقل بيه الحيوانات. تمام دعبولة؟ اوكي تمام تمام اخوي عليشكو، اذا تحتاج سلاب اخذ منك الصندوق. تمام تمام اوكي. اكو سلابايات؟ اكو سلاب؟ ماكو، بس هذا من هذا اللون. يلا مو مشكله، راح اخذ السلابايات، راح اخذ هذا الخشب. والله صار عندنا كميه حيوانات اسطوريه، بس حاولي لا تكسرون هواي، ممكن يطلع لنا فتشي ويخرب لنا المكان هذا وكله ويفجر. صحيح صحيح اخوي عليشكو، على مود هيك مثل ما انت قلت لازم نسوي سور دائما دايره ورا ما ننقل الحيوانات. بالضبط بالضبط. هسه خليني انا اسوي منا طريق شويه للحظيرة. اوكي تمام اوكي. هسه هاي منها اتوقع مكان كلش كافي، خل اسوي منها شغلات. تمام اوكي. هسه دعبولة دعبولة يشتغلون. يا سلام يا سلام يا سلام، والله هاي الخمسين يوم راح نقضيها تصير كلش حلوة وجميلة. تمام خليني هسه اسوي هاي المكان. اخوي عليشكو، بما انه راح تسوي الحظيرة مال الحيوانات كلها بهذا اللون الابيض، اخذ هذا همينه. تمام تمام دعبولة، شكرا شكرا دعبولة. اوكي خل احسب انا منها كم وحدة سويت. واحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، أوبا خلصت. هسه شنو أحتاج؟ ديرت، أتوقع هذا الديرت ما تكفي، لازم نحط ديرت حتى هذا بعدين الديرت تتحول جراس من الحيوانات. أوكي أخوي عليشكو، هنا 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 أكو هواية ديرت. ها دعبولة وين؟ أكو ديرت أكو ديرت. إي والله إي حطيت ديرت، بس همنا أخوي دعبولة أخذه. تمام تمام مو مشكلة مو مشكلة، دعبولة هم دا يحتاجه، أنا هم دا أحتاجه هنا دا أسوي هاي ال شو اسمه حظيرة مال الحيوانات. تمام أوكي، خلازم لازم هسه قدر المستطاع نجمع ديرت. دعبولة حاولي لا تكسرين هواي بلوكات ليطلع لنا فتشي زومبي او هاي فجرن المكان كله. تمام خلينا نكسر خلينا تمام تمام اخوي عليشكو، لا تخاف لا تخاف. هسه انا بس دا اجمع اشياء واشوف اللي اشوف اوزعهم بالصناديق وهم انا اكبر المكان. عفيه عفيه دعبولة، بس دعبولة باعي اريدك تكبري يعني بشكل متساوي. تمام يعني متساوي مو مخرب. اي تمام اخوي عليشكو، انا كله كله دا اسوي متساوي. عفيه عفيه دعبولة، وانا دعبول وين ايش يسوي لك؟ كفو دعبول والله دعبول كفو كفو، هيك احسن، كل واحد يسوي له شغله. طلع لنا صندوق، الله طلع لنا قراص تفاح وشجر. اوكي خلوا اخوي ليش كودي الشجر هناك الاخوي دعبول على مود يزرعه. بالضبط هو دعبول 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 دعبول، شوف جبت لك شوف جبت لك دعبول، هاي جبت لك شجرايتين تمام ازرعن هنا. لا كفو اخوي عايشكو تدلل هسه زعل لك ياهن. كفو 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 دعبول كفو. اخ الله اخ الله تطيح 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 من الحماس، هذا الخنزير يريد يطيح. وخر وخر يا خنزير دباك بالك. اوكي اكو هاي صندوق، خلينا نكسر هذا الصندوق اللي طلع لنا قلوب اللي هم انتم المتابعين. ابو جريد ابو جريد ابو جريد ابو جريد ابو جريد. تمام يلا 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 دعبول، ولك تعال ابو جريد تعال. شد ابو جريد راح نتحدث. اوكي ان شاء الله يطلع لنا ايرون دايموند جولد ان شاء الله ان شاء الله يا رب. بس دير بالكم انتبهوا دعبول دعبول انتبهوا. تمام 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 اخوي اشكال ثلاثه اثنين. يلا واحد 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 ما بقى شيء. كابل ستون. اخيرا كابل ستون. اخي عليشكو عندي خشب عندي خشب، حسوي منه حسوي منه شو يسمونه بكاكس بكاكس بكاكس. ايش سوينا سوينا وياك دعبول سوينا وياك بكاكس، لان هذا ما نقدر نكسر الا بكاكس. لك دعبول 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 عنده بكاكس خشب، شو بصراحه سويت ولك؟ كسر 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 دعبول، اعطيني دعبول انت مشغول بالمزرعه، اعطيني خلي انا اكسر. تمام ماشي اخوي عليشكو انت كسر وانا حروح اكمل المزرعه مالتي. تمام دعبول ماكلك اخوي عليشكو جيمي. تمام تمام طيني طيني اوكي يلا خل اكسر كابل ستون اجمع لكم موارد. اوه الحمد لله طلع لنا كابل ستون هسه حتى نطور الموارد مالتنا. بس همين راح يطلع لنا همين راح يبقى يطلع لنا خشب، لانه احنا كلش نحتاج خشب. انه با اخويا با ايش سوى؟ دعبول دير بالك دير بالك يطيحون الحيوانات دير بالك. هسه هسه ايه فحم فحم راح نسوي من عنده شمع. الحمد لله الحمد لله الحمد لله طلع لنا طلع لنا فحم. اخويا اخويا العاد راح اسوي عندي استكات عندي استكات هسه هسه انطينيان على مود اسوي شمع. تمام هاك هاي الشمعايات وهاي هذا هني موارد دعبولة دعبولة. حاولي 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 تجمعي لي ديرت. اوكي وهاي هاي الموارد كلهن. اوكي لازم لازم نحول ذني البقرات اللي ذاك المكان. نحاول اخوي عليش كاسه جتني ثمان شموع وحده تاسعه، فشنو رايك اقسمها بيناتكم وتروحون تجمعون المناطق؟ انطيني انطيني ايش طلع عنا؟ ايش طلع عنا؟ هذا ايرون؟ هذا ايرون؟ والله ايرون يمكن مو؟ ايرون 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 لك كفو. اسف دعبولة كسر الخشب. ايرون ما يكسر بالخشب. ايه معود اخوي عليش كنت تتكسر لازم تكسر بهذا البكاك تاخذه كسره بيه. تمام كفو كفو دعبول والله من الفرحه انا انصدمت انصدمت ما عرفت بياب بكاكسه كسره. الحمد لله الحمد لله. اخوي عليشكو عندك اكس؟ لو لا لان انا كلش كلش دا احتاج اكس. اكس
اكس عندي عندي اكس عندي هذا اكس بس لحظه احنا حنسوي من الحجر دعبوله نسوي من الحجر هسه ها بس اخرو هاي الدجاجه اخرى هاي الدجاجات منا واخروها اوكي اخوي عليشكو هذا الصندوق راح احطه هناك بمكان الزرع على مود كل شيء له علاقه بالخشب وبالزرع نحطه هناك يم المزرعه احسن عافيه عافيه دعبوله بس اذا انت شكات الطيني الطيني حتى اسوي لكم مؤسسه بوصل عنا ويلي الله بو البقرة اخوي عليشكو هاي نقدر هسه نقدر نسوي نقدر نسوي صحن وناخذ منها اكل ايه تفيدنا كلش هاي البقرة او ماي جاد هاي البقرة لازم نسوي لها تكاثر يعني كلش مهمة بس لازم هسه شنو تجيب ديرت حلو جاني ديرت الحمد لله احتاج الديرت انا احتاج يعني اريد اسوي الحظيرة مال الحيوانات اوكي حلو اوه ده يجيني قليل الدير ده يجيني قليل اوكي خل اروح اكمل اني مالتي الحظيره اوكي يا سلام الحظيره مالتي راح تكمل حتى ننقل الحيوانات هنايا يا اخي قد حلو يعني هذا العالم كلش حبيته لان دعبوله وياي اوكي اخويا عليشكو تعال اخذ هاي الصحون واخذ منها اكل كفو انطتني كفو يا البقره والله انطتني هسه بعد شويه واكله بس اجوع خلوني اشتغل يلا دعبول كمل المزرعه اخويا عليشكو هاي الاحسن هاي الصحون كلش راح تفيدنا خصوصا هاي البقره اذا خلص الاكل مالنا وراح اخويا عليشكو الله يا سلام دعوله والله طلعت وحده لو اخوي عليشكو من الفرحه حتى ما اقدر اكمل كلامه ويجينا شيء حلو اي والله اذا ما تشوفيني انا ساكت دعوله لانه اكيد حيطلع لنا شيء وقاطع كلامي باي تطلع لنا شغله حلوه نستفاد من عندها اخوي عليشكو هاي الاحسنه باي جتي شجره لك هلا بدعبول لك سوان لك شجره كفو دعبول باي الشجره أخوي الحلوه اخوي دعبول ايه تعبانكم اخويا دعبول شكل شيء يجي من القراص او من الشجر حطه بهاي الصناديق هاك تمام اختي دعبوله تمام اوكي شكرا جزيلا يلا سانا ضبطكم الحظيره هاي المزرعه اضبطكم اياها تضبط بس اخويا عليشكو اريدك تضبط الحظيره مال الحيوانات حتى نقل الحيوانات شوف المكان صار كلش مزدحم ما نقدر نتحرك بيه شوفه كلش مزدحم صار ما عليك دعبوله انت بس خليك اهتم هنا بهاي المزرعه لان الاكل حيكون يمك انا هسه اضبطها واجيك تمام اخويا عليشكو تمام تريد ديار اذا تريد روح جمع اذا لقيت ديار تعيد انطيك تمام اذا انت عندك ديار تعطيني اذا ما عندك مو مشكله خل اروح اكمل الحظيره مالتي هذا الخروف راح يطيح لا والله طخيته والله اسف انا طخيته بالغلط لازم ننقل الحيوانات بسرعه اخويا عليشكو هاك هذا نفس لون المزرعه مالتنا راح يفيدنا اذا كبرها بالازيد احسن اي والله دعبوله لحظه بس لازم نسوي لنا طريقه هسه ننقل بها الحيوانات اخويا عليشكو اول شيء لازم نسوي لنا مكان خاص بكل شيء يعني هناك تحط لنا اكل بس كله مال الابقار وهاي الاشياء مال الحظيره مال الحيوانات وهناك هم نحط كل شيء مال الاشجار والزرع وهنا نحط اشياء عشوائيه اكل وبلوكات تمام بس دعبوله اريد من عندكم عظمه لقيتوا فد عظمه شيء نسوي بها بون ميل حتى نكاثر الزرع هاي ويطلع لنا ويت ونجيبه راسا اول ما يجينا ويت لا نقدر والله لا قلتلهم دير بالكم على كيفكم اهدوا على هذا الكتلت الاول خلاص الزومبي ما يروح على الحيوانات يجي علينا دائما يجي على البشر تمام اخويا هاي ضروري نسوي كل واحد يسوي له اكس لانه احنا لازم نقاتلهم اكس او سيف السيف اسرع من الاكس تمام جت الدنيا لين ما عندنا اسره لا يا الله شلون سالفه اخويا عليشكو اذا تعرف شلون نسوي مقص ضروري تسوي مقص على مود ناخذ ايرون 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 سوينا فحم سوينا فرن يا فحم سوينا فرن يا الله صار الدنيا ليل خلاص اخويا اذا عندك عندي اخويا هسه بس اصبر هسه حسوي لك احلى فرن تمام سوي لي فرن وشمع المكان اذا عندكم شمع المكان دعبول اركض على المزرعه شمع دعبول اركض لا يلا نسيت هسه اصبر علي لا يا سبايدر دعبوله انطي شمعه ما عندك لا يا الله تعال دعبول خذ هاي الشمعه اخويا عندي هاك لا يا الله دعبول قاتله ووقع خلي شمع مالتي الحظيره مال الحيوانات خلي شمعه واحده كافيه دعبوله كفو شمعه واحده بس شمعه واحده لازم او خرعتني دعبول اخويا عليشكو ضروري نشمع دائره كلها دايره بنونه هوايه وحوش صبروا على كيفكم ضربتين كفو دعبول كفو والله لازم دعبوله لازم اخويا هاي حسوي لك هسه سرعه على مود نحط داير مدايره تمام اوكي دار مدار شيل دار مدار هاي المنطقه مالتنا اي
يا اخوي عليش كلها لا نحط دائما مدار البلوكة مالتنا. تمام بس صبري صبري دعبولة. اي حتى الحيوانات شوية بس خلي اخر حيوانات. يلا حطي حطي دعبولة حطي 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 سريع. بس ثواني يا اخوي عليشكو اسوي ستيكات على مود اقدر اسوي بعد ثلاثة. تمام اوكي اوكي انا بس خلي احاول اطلع لك. بس شوي 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 اخوي سويت لنا فرن سويت لنا فرن. اي هذاك وهذاك هو اخوي عليشكو. حلو حلو طلعنا دعبول ها خلك سوي لنا حبل دعبول سوي لنا حبل طلعنا هذا مال عنكبوت. والله كفو كفو هسه اسوي لكم هسه طيني دعبول طيني هسه اسوي لكم حبل. اخوي هذاك وهذاك هو دعبول هاك 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 هاي وراك سوي لنا حبل سوي لنا حبل على السريع دعبول. تمام خلينا نشوف بعد ايش عندنا موارد هنا. اوكي اوكي لازم حتى نسحب الحيوانات نوديهن هناك. ها دعبول بشر سويت لنا حبل. ايه سويت لك هاي اخويا. لك لا دعبول قلت لك سوي لنا حبل هشان. ها والله كفو دعبول هيجونا لحظه لحظه خلي اكسر. لا شمعتها اخويا شلون راح الشمع؟ ما ادري الشمع شلون راح. يا الله شلون السالفه. اصبر بس اريد واحد لحظه خلي اروح اقاتل هذا السبايدر. اوكي يا سبايدر وخر مني حظيره مالتي وخر يا سبايدر. اخ الله اوكي خل اسحب الحيوانات لازم اسحبن هسه. اخويا دعبول لك لا تروح باك دعبول دير بالك يا خاي متى تجي اوكي راح اجيبها تعاي. حلو دعبول كفو هسه دعبول الثاني هاي حتى انقل بها الحيوانات. تمام دير بالكم من الحيوانات كلهم قصدي شو اسمه زومبي الكريبر. دعبول اروح ساعدي دعبول روح ويا دعبول. اخويا عليشكم ما عندي سيف. يا الله هذا دعبول انطيته قلت له سوي لي حبل راح سوالي بي هاي الرود. اخويا عليشكم لازم 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 ضروري هسه تسوي مقص لانه ما نقدر بالسلاب نصعد لازم تمام. لازم بهاي ما الصوف. تمام اوكي هسه اسوي لكم بس لحظه احنا عندنا شو اسمه لحظه اريد. اخويا تقدر تسوي صوفايه بهذا اللي بيدك. يا هو شنو الصوفايه تسوي تسوي دعبول. تقدر تسوي الصوف اذا عندك اربعه من هذا اللي هذا اللي بيدك من الجسم. هذا الخيوط مال العنكبوت. اذا عندك اربعه منها تقدر تسوي صوف. صوفايه بلوكه واحده ادري بس احنا عطيت الدعبول ودعبول سوى. بلوك دعبول دير بالك دعبول يا اخي دعبول شمعه الله يخليك شمعه واحده بس اعطيني. هاي بس شمعه واحده عندي. اعطيني هاي الشمعه وراح اخذ هاي الشمعه. دعبول هسه نروح نشمع المكان. وخر هذا قتلته. اخويا بس عندك اكس اذا عندك اكس احنا الله نعطيني اياه. كريبر المزرعة مالتك وخر. أوه الحمد لله ما صار بيها شيء الحمد لله والشكر. اوكي خلي اشمع المكان شمعته. دعبول تعال ما صار بيها شيء مالتك المزرعة كل شيء ما صار بيها الحمد لله والشكر. اوكي خل اسوي طريق من ناية. تمام ممتاز اوكي يلا لازم نسوي لنا سرير لازم نسوي دعبول طايح الحظ قلت لك سوي لي حبل سويت لي هاي السنارة سحبت بيها حيوان واحد وانقطعت. سوي انا مطي خلاص والله اسف. تمام دعبول وخر قوم منا راح اطلع الصبح يوم الثالث احنا بدون سرير شلون سالفه. يلا اخويا عليشكو عندك دكات شي بسرعه على مود تكسر هذا الفرن تحطه هنا. اوه اراني طلعوا لنا. اوكي وين الفرن هذا الفرن. تمام دعبول اوكي دعبول يا اخويا دعبول اول شيء اخذت الايرون الموجود بيه حطه هنا اخذت الايرون الموجود بيه. اي اخذته وصلني اعطيني هسه اسوي لكم مقاس تمام حتى نقدر نقص الصوف ونسوي لنا اسره. تمام هذا اخذت من عنده. اوه طلع لنا لا لحظه طاحن الصوفايات يمكن صوفايات طاحن والله طاحن. لا يا الله اخوي عليشكو شلون ما راح تكفي ثلاثة سره هسه هاي سريرين والله اسف والله اسف طاح من عندي كم صوفايه والله ايام سو اخوي عليشكو هسه شو حنسوي اذا طاحن لازم هسه تخلي سبايدر يرسمني انا ما علي هسه ترسمين سبايدر وتروح تقتله وتجيب لنا من حبل. دعبول من قلت له الله يخليك هسه هاي السره جبت لكم ها هي سويت لكم هاي السره هنا حتى ننام. تمام هسه راد لنا بعد اخوي عليشكو لا تحط هنا انا خليني نرتب المكان. لحظه دعبوله بس انا دخلت لازم هسه سوينا بعد سرير الدعبول. دعبول هسه اسوي لك سرير بس اصبر لنا لان الصوف ما كفى. اوكي بركت الله يطلع لنا صوف شيء من نايه. حلو ديرت هذا ديرت دي يطلع لا اوكي ديرت الحمد لله. اوكي خل اروح اكمل الحظيره مالتي مال الحيوانات. اوكي راحت هي 3 4 5 6 تمام واحد اثنين. اخوي عليشكو تساعدني على مود اسوي الحظيره. تمام يا حظيره حضر انا دا اسويها.
اقصد اخوي عليش كان نكمل هذا المكان، هذا المكان مالنا نوسع على نانا، عندي هوايه. تمام اوكي، انطيني انا راح اكبر من ذيك الجهه، تكبري من ناحيه. تمام انت تعطيني من اي نوع؟ تمام اخوي عليشكا انطيك من النوع اللي احنا بنسوي بكل مكان. تمام اوكي دعم ولا خلاص يعني بس اخوي عليشكا خلي نسوي مكان على مود نحط بيه الاسره. اوكي تمام حمصه حتى نحط المكان المناسب. اوكي كريبر هنايا، ولك دعبول كريبر بالمزرعه مالتك. وينه سطيع حظك؟ لا يا الله كريبر الساعه يفجر المكان، ولك يا كريبر الله يقطع حظك. تعال ابلع يا الله، لا ينفجر لا تنفجر، ابلع لا راح ينفجر، ابلع لا يا الله لا تنفجر يا معود، ابلع. وكفو دعبول كفو كفو دعبول كتله والله كتله طيح حظي والله كفو دعبول والله كفو. اوكي خل اكمل اساني باع الارانب هنايا صارت هوسه والله. ها دير باكم دعبولة دير بالش كتلنا كتلنا عفية 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 هيك نتعاون كلنا. اوكي اخوي هسه انا بشنو اقتلهم؟ بشوفوا يا اخي ما عندي شيء اقتل بيه. تمام سوولنا سيوف شيء يا معودين. هسه انا اسوي لكم ادوات، شوفوا اسوي لكم ادوات حلوة. بس طوني خشب، اريد خشب من عندكم، اكو خشب؟ اعطوني خشب. اخوي عندي تل مال خشب اخذه. هاي دعبولة الثاني دعبولة الثاني. اوكي خلص اسوي لكم ادوات، راح اسوي لكم بيكاكس، راح اسوي لكم شنو؟ هاي بيكاكسات هاي ثلاث بيكاكسات انه، وهاي اقول لك اخوي عليشكو مدى يطلع لنا هوايه خشب، لانه هسه مدى يرسب لنا خشب، بس احنا شلون نحتاج سلابات. هسه دعبول هاك عندي هاي خشب هنا، بس لحظه اول شيء دعبول تعال يمي دعبول وينك دعبول؟ اخوي عليشكو ها قول شنو جيت يمك دعبول. هاي بيكاكس الك وهاي اكس الك تمام؟ اخوي عيشكو شكرا ورده تدلل دعبولة واش هالمكان دعبولة والله كفو دعبولة. هاج خذي هاي السيف والبيكاكس. شكرا عفوا دعبولة تمام حتى تخلصوني من سالفة اخوي سبايدر. ايه طيح حظة اريد الخيط مالته، اريد الخيوط مالته. كم خيط ثاني؟ اوكي عندي خيط خيط يمك اوكي تمام. هاك هاي الخيوط دعبولة. اخوي هذا السكيلتون وين عوفي؟ لا عوفي دعبولة كفو والله بطلة والله كفو دعبولة، حميتي البقرة حميتيها دعبولة حميتيها. عبالك سباي ايش عبالك اخوي؟ انه هناك اكو كريبر يا اخي. دعبولة الحق كريبر بالمزرعة مالتك. دعبولة انت استدعيتك تقتل الكريبر. هسه طيح حظه ضربتين اقضي عليه، ضربة اخر ضربة ابلع. حبايبي لحد هنا خلصنا يومين في عالم بلوك الواحدة، طبعا ادري فززتكم طبعا هاتشياكم النص المونتاج. حبايبي خلصنا يومين ودخلنا باليوم الثالث، مثل ما تشوفون السلسلة كلش حلوة وعجبت دعبولة وعجبتني كلش. بقت عليكم بس اذا عجبتكم هاي السلسلة اكتبوا لي بالتعليقات، فجروا التعليقات اذا عجبتكم هاي السلسلة حتى نستمر اني ودعبولة ونشوفكم باقي الايام اللي حنعيشها في عالم البلوك الوحدة، وراح نحاول نعيش 50 يوم. فاذا حابين تشوفون الايام الجاية لحد ما نوصل ال50 يوم اكتبوا بالتعليقات حتى اكمل انزل لكم باقي الايام وامنتجها وانزل لكم اياها باليوتيوب. حبايبي طبعا هاي الحلقة كلش تعبت عليها من ناحية المونتاج من ناحية التصوير وحتى تونست بيها بنفس الوقت انا ودعبولة واتمنى تونستوا بيها. فاذا حابين نكمل من اليوم الثالث الى حد يوم ال50 وننزل لكم الايام الباقيه اكتبوا لي بالتعليقات وراح اقرا تعليقاتكم على دعبولة ونشوف اذا عجبتكم وتريدون نستمر راح نستمر بيها اكيد لانه احنا حبيناها وتونسنا كلش بيها. تمام حبايبي وبس ما حاب اطول عليكم، اشكركم على المشاهده، اللي ما ضغط زر اللايك اضغطوا زر لايك، اريد ان نوصل هذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات تمام، وانشروا الفيديو بكل مكان. ولا تنسون ايضا حبايبي تنويه بسيط، اشتركوا بقناه دعبولة دا ينزلون بيها فيديوهات، اريدكم تروحون تشتركون بقناتهم دا ينزلون فيديوهات متعوبه عليها رسميا تمام. فلا تنسون الشغله الاولى تكتبون لنا اذا تريدون نستمر انا ودعبولة في سلسله عالم بلوك الوحده ولازم نعيش بها 50 يوم، وثاني شيء تشتركون بقناه دعبولة وبس ما حاب اطول عليكم، نشوفكم الحلقات الجايه والايام الجايه اللي في سلسله البلوك الواحده. لا تنسوا تشتركون القناه دعبولة اهم شيء لانه هم قالوا لي الف عليكم حتى تشتركون بقناتهم ونشوفون شنو قاعد ينزلون لكم بقناتهم. وبس حبايبي اشكركم على الدعم واسف على السحبه، بس لانه جاي نحضركم افكار رهيبه واسطوريه وفخمه على مودكم، ونشوفكم بالفيديوهات الجايه، حبكم باي.